بص يا ايه، هسألك سؤال ولو حليته هديك ال 200 جنيه دي. ماشي. وانت رايح المدرسة الصبح بتركب ايه؟ بركب اتوبيس. تمام. وانت راكب اتوبيس وحسيت ان الجو حر بتعمل ايه؟ بفتح الشباك. حلو. وانت بتفتح الشباك مش في هوا بيخش؟ طيب والاتوبيس ماشي على سرعة 60 كيلو، احسب لي كمية الهوا اللي داخلة من الشباك. اعرف منين؟ ما هو ده السؤال. عارفه؟ معرفوش. قشطة، كده انت خسرت. روح ناديلي بقى زياد. هو بابا عايز ايه؟ بابا عامل مسابعة على 200 جنيه. جد؟ هي ايه؟ بس بالنص ازمكس. نعم يا بابا، ايه بيقولي ان انت عاوزها؟ تعال هنعمل مسابقة صغيرة. هسألك سؤال ولو حليته هديك ال 200 جنيه دي. ماشي. تمام. وانت رايح المدرسة بتركب ايه؟ بركب عربية ملاكي مع صاحبي يا بابا. ولو العربية دي بايظة؟ اركب تاكسي وامر لله. ولو ما لقيتش تاكسيات؟ اركب اتوبيس. حلو. وانت راكب الاتوبيس ولقيت الجو حر هتعمل ايه؟ هقلع الجاكيت. ولو الجو حر قوي؟ هفك زرار القميص. طب لو الجو حر قوي قوي وجنبك شباك هتعمل ايه؟ بص بقى، انا عندي استعداد اقلع ملت، لكن ما افتحش شباك الاتوبيس. طب ما هو ده السؤال. طب هقول لك، كام رجل في الاتوبيس؟ 61. وانت عرفت منين؟ الجن كنت راكب فيه. اي بني ادم عنده رجليه يعني مجوز، جبت ال 61 دي منين؟ ما كان في واحد رجله مقطوعه يا بابا.